نطلع نشوف رأي الجمهور في اختيارات كارلوس كيروش ونرجع نكمل مع حضراتكم. اضافه لعيبه الاهلي للقائمه الجديده من دخول شريف وقفشه حاجه كويسه، لان هم كانوا المفروض اساسا ما يطلعوش من المره الاولانيه، وكله في صالح المنتخب، يعني كله اضافه سواء اهلي وزمالك ولا اي فرق تاني من فرق الدوري، كله هيصب في صالح المنتخب. يعني قفشه وشريف كانوا مجهدين جدا، دلوقتي بصراحه ما شاء الله الماتش الاخراني ظهر ان هم على اعلى مستوى، كانوا مجهدين لان الاهلي كان مجهد كله، في فرق جامد قوي، والراجل بيبص لمصلحته ومصلحة الفريق اللي بيدربه أو المنتخب اللي بيدربه. والله كيروش ماشي بخطة ثابتة، بس عمال يدخل في ناس ويخرج ناس، احنا مش عارفين مثلا المفروض يثبت التشكيل يعني. طارق حامد مثلا من أحسن اللعيبة ديفندر في مصر، شايلها من القايمة مش عارف ليه، وناس كتير قوي عمال يدخل، المفروض يثبت التشكيل شوية. لا القايمة المرة دي كويسة مش وحشة. في لعيبه برضو لسه هتيجي برضو مع الماتشات وتبقى اساسيه ان شاء الله في القائمه. يعني القائمه اللي هو خدها دي غريبه شويه، رجع محمود علاء، رجع وساب زيزو، وساب طارق حامد، فتغييراته مش فاهمين، بس احنا وراه. والله انا شايف القائمه اتعدلت اما دخل قفشه ومحمد شريف رجعوا تاني مكانهم، وده المكان الطبيعي ليهم يعني. احد الجمهور اللي كان متواجد الحقيقه وبيقول رايه، قال لك احنا اختياراته مش فاهمينها بس احنا في ظهره. هذا هو الجمهور المصري الحقيقه، ولما يكون واثق في هذا المدرب، لانه المدير الفني مستر كارلوس كيروش واحد من المديرين الفنيين الكبار وعنده اسم كبير جدا جدا خلال الفتره السابقه او خلال عمله منذ ان بدا مع المنتخبات ومع الانديه، عمل شغل رائع جدا جدا. نتمنى يا رب ان يكون كارلوس كيروش يستطيع أن يقود منتخبنا الوطني من الناحية الفنية إلى كأس العالم القادمة، تبقى المرة الثانية على التوالي.